ومن ذاكرة تلك الأيام محمد الصدر يحدثنا في هذا الفيديو. بعد أن تصديتم للتقليد شنت حملة عشواء عليكم. شعواء. شعواء عليكم من قبل مجموعة لها باع طويل في الحوزة، يتهمونكم بأنكم عميل للحكومة. بعد أن كنتم قبل هذه الفترة أي فترة التصدي يعتبرونكم أنفسهم من أشد أعداء الدولة وينبغي التفرق عنكم، فما هو السبب؟ لعله ظهر السبب أنهم يريدون بصراحة ووضوح، وإن لم يكن ذلك قالوه بلسانهم ولكن بلسان حالهم، أن كل شيء في الحوزة وفي النجف وفي التشيع عموما أزمته بيدهم، يفعلون ما يشاءون ولا من يشاء غيرهم، مع كل من الذي يتصدع لأن يقول أو يرفع صوته بقليل أو كثير أو يناقش، السيف المعدوي مرجوم لا يبقى له رأس ولا رجل. فالسيف المعنوي كان موجه في سبيل أن يتخلصوا مني بكل صورة، لأنه يتوسمون مني شنو؟ قدرة. أي يتوسموني شرا علي، وأنا طبعا ابن عم السيد سيد بن الباقر، وهم آنوا في الحقيقة من الضغط المرجعي الموجود، الخلاف مع بين مرجعية سيد محمد باقر والسيد الخوري. ومن هذه الناحية أنا وريث الشرعي بهذا المعنى، فينبغي أن يطموني بالترى لا أكثر ولا أقل. فكان أحسن أطروحة أولية لهم شنو؟ أن هذا لا ينبغي الاتصال به لأن على داره مشنقة، كل من يتصل به يدرس عنده هو أو يدرسه هو أو يأخذ منه مال أو يدفع له مال أو يأخذ منه ورقة أو إلى آخره أو يدوره أو يسلم عليه بالصحن، ينبغي أن يحذر يحذر يحذر. فرق الناس عني إلى حد هذا الذي شرحته. قلت قبل قليل أيضا أن هذا الوضع بقي إلى حين غمض عين السيد الخوري، انقلبت الصفحة إلى هذه الصفحة. أيضا هو أسلوب آخر من شنو؟ لتفريق الناس عني بالضبط، وذلك أنه أنا عميل إما استخبارات إما أوقاف إما بلي ضابط إما بلي مرجع جعلتني بغداد لأجل شنو؟ لأجل مقابل سيد السبزواري حتى لا يكون هناك مرجع فارسي بل عربي وعراقي ونحو ذلك من الكلمات. حرام الاتصال بي، لا يرضي الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال، لأنه عميل والعميل شيطان والشيطان في جهنم مسائل قصيرة. أيضا فرقوا الناس عني واستطاعوا، لولا أن الله تعالى كفاني بالتدريج أن أكفى هذه المهمة، ولعله كما ربما في بعض الأسئلة خارج العراق لا زالوا شنو؟ لا زال جملة من الناس مرتكز عندهم هذا الأمر، وأرجو من الله تعالى أن يغسل قلوبهم من ذلك، يعني من هذه الناحية، يعني شنو؟ سبب مشترك لهذه الجهة، وأنا في حدود فهمي على أنه عدة جهات هي التي شنو شاركت في هذه الجهة، ليست جهة واحدة. طبعا القدر متيقن جهة حوزوية موجودة وأيضا جهة خارجية في المجتمع العراقي موجودة، وجهة خارجية في خارج العراق أيضا موجودة أكيدا، هم دينيا يوجد وهم أيضا دنيوية توجد. وإلى الفيديو الثاني. هل سيدنا أيضا إشكالهم الآخر يقولون بأن منع السيد السيستاني نصره من مسجد الخضراء وإبقاء السيد محمد الصدر أن يصلي في الحرم الحيدري، فهذا دليل آخر على قولهم. حبيبي أنا قلت في جوابي طبعا وإن كان بيان على كل حال أقول مختصر مفيد، أنهم يعلمون أن من يعارضونه يصعد اجتماعيا ويحسن ظن الناس به،
ومن يوافقونه ويظهرون مدحه، ويعني لاقى الغض النظر عنه ينزل اجتماعيا ويشاره وانزل. وهذا تخطيط موجود دائما. فلذا ضرب السيد السيستاني لكي يصعد لنفعه، وتخطيطات اخرى ظاهره. والى الفيديو الثالث. فمن هذه الناحية الحقيقة ناس يعني نريد أن نقول كنت أتعاطف معهم وكنت أحبهم وكان لي علاقة بهم، ومن غير المحتمل أمام الله سبحانه وتعالى وأمام رسوله وأمام أمير المؤمنين أن أفعل مثل هذا الفعل، مضافا إلى أن المتهومين متعددين، الدولة العراقية والدولة الإيرانية والمجاهد خلق وربما آخرين، يعني الوهابيين مثلا أو ربما فرد أحزاب معينة في داخل إيران أو في خارج إيران. وكذلك الشيء الذي أريد أن أزيده هو الآن مثلا مفترض أن مرجع ما يريد أن يسع مرجعيته ويتخلص من معارضه، من قال هو سيد محمد الصدر لعله فلان لعله فلان ما إذا سمد اسمه، ربما مرجع آخر تخلص منهم لأجل شنو؟ لأجل توسيع مرجعيته. لماذا يتعين أن سيد محمد الصدر يريد أن يوسع مرجعيته بهذا الترتيب، ربما مرجع آخر يريد أن يوسع مرجعيته ونحن نعلم هذه المقدمة ينبغي أخذها بنظر الاعتبار، وهو أن العلاقة بين الشيخ الغلوي وما بين ذاك الاتجاه الذي يمثله المحقق الخوي والسيد السيستاني علاقة تباين وعداوة منذ حوالي 25 إلى 30 سنة وإلى حين مقتل الشيخ الغلوي قدس الله روحه. يعني قد يكون من المناسب أنه يراد التخلص مني لأجل رفع بعض الموانع عن انتشار مرجعية الجماعة الذي يؤمن بها. فمن هذه الناحية هذا شيء يكون كثير أرجح من أنه أنا أقتل صديقي، هو إذا قتله يقتل أبوه بمعنى من المعاني، أنا إذا قتلت أقتل صديقي، فالعقل شريف حبيبي، ماذا ينبغي أن يكون هو الأولى بطبيعة؟ لا أريد أن أعلق على هذه المعطيات، لكنني عرضتها بين أيديكم كي تعرفوا جانبا مما كان يجري في تلك الأيام في بداية مرجعية السيستاني. مثلما عرضت لكم فتوى الغروي، وهذا حديث محمد الصدر بنفسه، إنها الأجواء الملوثة، إنها الأجواء الوسخة التي هي موجودة دائما في النجف وكربلاء. هكذا تجري أمور المرجعية الشيعية على طول الزمان، وليس في هذا المقطع الزماني الذي أحدثكم عنه الآن. الأمر مستمر إلى هذه اللحظة وسيبقى على هذه الجديلة وعلى هذه الطريقة إلى يوم الخلاص، إلى يوم الخلاص، ما دامت الشيعة مستحمرة من قبل آيات الشيطان العظمى. مرتضى الكشميري صهر السيستاني والذي نصبه أميرا على الشيعة في العالم الغربي. في الحلقة الماضية كانت الوثائق واضحة وصريحة التي تكشف عن فساد هذا الرجل وفجوره، ومن جملة هذه الوثائق ما كتبه أخوه حسن الكشميري في كتابه من داخل المدار. وقد قرأت ذلك عليكم حينما ذكر محاورة فيما بينه وبين صديق، هل هي محاورة حقيقية أم أنها
طريقة لبيان الحقائق عبر هذا الأسلوب في الكتابة والبيان. قال: سمعت أنه يلهو ويختلي نقاط ونسمع عنه أشياء. قلت لكم هذه النقاط أنتم املأوها. قال: سمعت أنه صديق حسن الكشميري، أكان حقيقيا أم كان مفترضا؟ قال: سمعت أنه يلهو ويختلي نقاط ونسمع عنه أشياء. قلت: نعم، ولكن هون ما عليك فإنه صهر. قال: ويزعم أنه بعثي، أصحيح هذا؟ قلت: نعم، وهناك وثيقة بقلمه وخط يده، وهو يتعهد فيها بالتعاون مع حزب البعث ويبارك ثورة البعث. فاضطرب الرجل وهو يصرخ قائلا: وصحيح أنه كان يكتب التقارير لمراكز البعث؟ دعونا نستمع إلى إياد جمال الدين يحدثنا عن هذه الجهة، وهو من أخبر الناس بمرتضى الكشميري. فإياد جمال الدين نجفي ومن العوائل العلمية في النجف، وهو على صلة بهذه الأجواء وممارس للسياسة، شخصية معروفة، إياد جمال الدين. لكن سيد المرجعية أيضا أخذت دورها وأعطت وقت أسبوعين تقدم الجنات، هذا اللي تقدر عليه. من الجنات اللي باسم المرجعية؟ صهر المرجعية واحد اسمه مرتضى كشميري، باكستاني صهر، رجل إيراني سيستاني إيراني، وصهر كشميري باكستاني وقاعد بلندن. يقول: أنا عمي أبو مختي يرتب الراء، يقدر يطير الحكومة بكلمتين. ولا بصدق كذب؟ أنت أمس كنت جاسوس تكتب تقارير للأمن من أجل يجددون إقامتك بأيام صدام، الآن تفرعن يقول إحنا نسقط الحكومة العراقية، وإحنا عمي أبو مختي يسقط الحكومة بكلمتين. صدق كذب؟ ولك أنت تركض ورا نجم إجراء وشرطي مع الأمن حتى يجدد لك إقامة يا طرطور؟ طيب الآن تفرعنوا المرجعية يجب أن تطهر نفسها قبل أن تطالب بتطهير ذول الزبالة. طيب سيد، الآن المرجعية في خطر والتشيع في خطر بسبب الفساد المتغطي بالعمامة، بعمامة المرجعية، كلهم رافعين شعار التشيع. أنا طلعت مو شيعي، أنا طلعت بعثي، أنا طلعت من أيتام صدام، أنا طلعت ويا السعودية، أنا طلعت ناصبي، مو هم الحرامية اللي شوهوا اسم التشيع وشوهوا اسم المرجعية. يا جمال الدين للمجاملة يقول على المرجعية أن تطهر نفسها، وإلا هو يعرف ماذا يجري في كواليس المرجعية. لكنني سأعلق على كلامه بحسب ما قاله، مع علمي أنه مطلع على التفاصيل، لكنني سأعلق على كلامه بحسب ما جاء في هذا الفيديو، إنه يطالب المرجعية بأن تطهر نفسها. سيد إيهاد، عين النجاسة لا يمكن أن تطهر. ما هي المرجعية؟ هي عين النجاسة. عين النجاسة لا يمكن أن تطهر، لابد أن تزال. أنت تعرف هذا من أن المتنجس هو الذي يطهر، أما عين النجاسة كيف يمكننا أن نطهرها؟ المرجعية هي عين النجاسة. فهذا الكلام ليس منطقيا، أنك تطالب المرجعية بأن تتطهر.
عليك أن تطالب الذين تنجسوا بنجاسة المرجعية أن يتطهروا من عين النجاسة هذه. عليك أن تطالب أتباع المرجعية في أن يتطهروا من عين النجاسة هذه، وإلا فإن عين النجاسة لا يمكن أن تتطهر. علينا أن نزيلها، أن نزيل عين النجاسة. هذه هي الحقيقة من الآخر. أعود إلى ما كتبه حسن الكشميري بخصوص أخيه مرتضى الكشميري الذي يكتب التقارير مثلما تحدث إياد جمال الدين، وكلامه صحيح 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 بدرجة 100%. هذا الأمر يعرفه المعممون في النجف من أن مرتضى الكشميري كان كاتب تقارير للبعثيين بتعبير واضح، كان مخبرا، كان مخبرا للبعثيين. وصحيح أنه كان يكتب التقارير لمراكز البعث ضد بعض الأفراد وعينته السلطة البعثية مسؤولا في الحوزة عن الطلبة الهنود والباكستانيين. قلت نعم نعم، ولكن طول بالك، إنه صهر، إنه صهر المرجعية التي هي عين النجاسة وعين الرجاسة. هذا هو واقعنا، هذا هو واقعنا. إذا أردنا أن نتخلص من واقعنا هذا، علينا أن نعالج أنفسنا بأنفسنا. المشكلة في واقعنا، ولن يأتي أحد من خارج واقعنا كي يخلصنا من مشكلتنا هذه. علينا أن نتخلص من مشاكلنا بأنفسنا، وإلا ستبقى الأمور كما هي. والبداية لابد أن تكون من قطيعة فيما بيننا وبين هذه العيون النجسة وبين هذه النجاسات، لابد من قطيعة كاملة على المستوى العقائدي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي وعلى جميع المستويات الأخرى. وإلا سنبقى في أحضان هؤلاء الذين وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد من أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. أما وثائق بعثية مرتضى الكشميري فها هي بين يدي. هذه النسخة الأصلية للرسالة التي وصلتني من السيد حسن الكشميري بخط يده، وقد وقعها بتوقيعين لتأكيد صدور الرسالة من عنده، وقعها بتوقيعين في آخر الرسالة بتأريخ 1/6/2016 ميلادي، وأرفقها بالوثيقة التي تثبت بعثية مرتضى الكشميري. رجاء اعرضوا لنا صورة الرسالة التي وصلتني من السيد حسن الكشميري، وهي تتألف من صفحتين. اعرضوا لنا الصفحة الأولى. هذه هي الصفحة الأولى من رسالة السيد حسن الكشميري. واعرضوا لنا الصفحة الثانية. هذه الصفحة الثانية، وتلاحظون في آخر
سطور الرسالة هناك توقيعان، هذان التوقيعان للسيد حسن الكشميري جعل توقيعه مرتين لتأكيد أن الرسالة قد صدرت منه، ومثل ما قلت لكم هي بتاريخ 1/6/2016 ميلادي. سأقرأ عليكم جانبا مما جاء في الرسالة إذا أردتم أن تطلعوا على كل التفاصيل، عودوا إلى الحلقات التي أشرت إليها قبل قليل إن كان ذلك في برنامج مجزرة سبايكر أو كان ذلك في برنامج الخاتمة. لا أستطيع أن أعيد كل تلك التفاصيل التي ذكرتها هناك لضيق الوقت. سؤال كان يحير ذهن حسن الكشميري. حسن الكشميري أمه عراقية، بينما مرتضى الكشميري أمه باكستانية. قدموا طلبا لكي يحصلوا على الجنسية العراقية. حسن الكشميري مع أن أمه عراقية لم يمنح الجنسية، بينما مرتضى الكشميري مع أن أمه باكستانية منح الجنسية العراقية. حسن الكشميري يقول: هذه حيرة بقيت في ذهني، إلى أن يقول: وعبر الزمان ومرت السنين، أقرأ الكلام مثلما كتبه بقلمه في الرسالة. وعبر الزمان ومرت السنين وسقط النظام البعثي، وكنت يوما عند صديقي الأستاذ عدنان الأسدي، هو كتب هنا وزير الداخلية، لم يكن عدنان الأسدي وزيرا للداخلية، وإنما كان وكيلا في وزارة الداخلية. وجرى في غرفته مع بعض كبار موظفيه الحديث حول هذه القصة، أنه لماذا ما استطعت أن أحصل على الجنسية العراقية مع أن أمي عراقية، بينما مرتضى الكشميري وهو أخي أمه باكستانية استطاع أن يحصل على الجنسية العراقية. فقال لي أحد الضباط في الوزارة: أعطني الاسم. فأعطيته مرتضى علي مرتضى، هذا هو مرتضى الكشميري، ومهدي علي مرتضى، هذا أخوه من أمه وأبي. فمضى وجاءني ضاحكا وبيده هذه الوثيقة، إنها الوثيقة التي سأعرضها عليكم بعد قليل، وقد سحبها من الملف وهي بخط السيد مرتضى الكشميري، أؤكد بخطه وتوقيعه وأخيه. فعلمت عندها السبب في قبول طلب ورفض طلب، إلى آخر ما جاء في الرسالة، حيث أن منظمة حزب البعث في النجف الأشرف هي التي دعمت مرتضى الكشميري وجعلته عراقيا بجنسية عراقية، لأنه كان بعثيا. كما أخبرني هذا الضابط في مكتب وزير الداخلية بأن طلب أخيك كان مرفقا بتوصية كتبية خطية من السيد عبد الحسين الرفاعي مسؤول منظمة حزب البعث في النجف الأشرف، إلى آخر ما جاء في الرسالة. رجاء اعرضوا لنا وثيقة مرتضى الكشميري، هذه هي، إنها الوثيقة بتوقيع مرتضى الكشميري وتوقيع أخيه مهدي. هذه الوثيقة بتاريخ 5/11
1974. ماذا نقرأ في هذه الوثيقة؟ أقرأ بعضا مما كتبه مرتضى الكشميري إلى السيد وزير الداخلية المحترم بغداد: لقد دأبت ثورة 17 من تموز منذ انطلاقتها الأولى. هذه التعابير تعابير البعثيين، هكذا كان يكتب البعثيون العراقيون، يعرفون هذا، هذا المذاق بعثي خالص. لقد دأبت ثورة 17 من تموز منذ انطلاقتها الأولى وحتى ذكراها 7 على توظيف الطاقات وتقديم الإنجازات لهذا الشعب على اختلاف طبقاته بقيادة حزبها القائد حزب البعث العربي الاشتراكي. ولما عودنا المسؤولون فيها على تقبل هموم الناس وحل مشاكلهم شجعنا ذلك على تقديم طلبنا هذا إليكم، لا سيما ونحن نعيش في غمرة أفراح ثورتي تموز المجيدتين. ثورتي تموز المجيدتين، إنها ثورة 17 وثورة 30 من تموز، كما كان البعثيون يحتفلون بهاتين المناسبتين. ونحن نعيش في غمرة أفراح ثورتي تموز المجيدتين، آملين أن نكون موضع ثقتكم في طلبنا هذا يا سيادة الوزير، إلى آخر ما جاء في هذه الرسالة البعثية الكشميرية السيستانية بامتياز. فهذا مرتضى الكشميري بعثي إلى النخاع. تأريخ الرسالة 5/11/1974. هو صهر السيستاني. هذه حقائق، هذه حقائق. ما تحدث به إياد جمال الدين كان حقيقة، كان خادما وعبدا ذليلا عند البعثيين وعند رجال الأمن الحقراء. هذا هو واقعهم، هذا هو واقعهم. نذهب إلى فاصل.